تعال يا حاج، تعال 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 يا حاج. اسم حضرتك ايه؟ تعال. انا اسمي سعيد. سعيد، ازيك يا عم؟ لا خليك، ده انا بحب اشرب. اسمع على مسمى يا عم سعيد بقى. لا انا اقدر اخده. لا انت خدته، خد 100 جنيه. اسم حضرتك ايه؟ اسمي سعيد. سعيد ايه؟ سعيد ابو جبيه. سعيد ابو جبيه. سعيد ابو جبيه. جبين جبين ده جيب. وكمان واحد هنا ابو جبين. طب بالذمه الوسامه دي والضحكه دي وتقابلنا كده، طب مش بالراحه علينا شويه؟ ما هوش ناس. بص لا، بالراحه علينا شويه. الدكتور بيقول لك ابن سعيد ابو جبير، ربنا يزوج جيوبك. صلى على النبي. بمعصوم السلام. انك صاحب ارض. طيب ايه مشكلتك بس كده؟ مشكله الارض. ان المصنع بياخد الظهر، ما حسبناش زي ما خلق ربنا. يعني المشكله ان المصنع ايه الحل؟ ويروح يقول لك مثلا ما تجيبش الظهر الا الساعه 10 عشان يروح احمر بالليل، الساعه 10 الصبح عشان يبوظ ويبقى احمر. مش عايز ده، يقول لك الظهر ضعيف. طب احنا عايزين الجيوب تبقى ثلاثة، نعمل ايه؟ نعمل له، ما انا معايا أربعة. لا انت معاك جيبين بس. لا ما فيكم اثنين ورا وثنين قدام. لا يا عم ربنا ان شاء الله يسهل. الله يبارك. المهم ان احنا عايزين ايه؟ الدنيا بس السعر يتحسن. الله ينور عليك. كل السعر ما يتحسن. بص حضرتك، بص 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 حضرتك قلت له ده على راسي. السعر اذا اتحسن يبقى الناس مش هتحط ميه، يبقى مش هتبهدل الظهر. يعني مثلا بدل ما يبقى ب 45 او ب 50، لا يبقى مثلا ب 80. فهمتك في دي. دي سهله دي، دي لو هيبقى فيه عقد حل يتم ابرامه بين المصنع وبين المزارع. ايوه خدت بالك؟ وتبقى وزاره الزراعه او مركز الزراعه التعاقديه بتاع الوزاره تبقى هي الراعيه للايه؟ ماله؟ انا تحت امرك. الراعيه لل تكريم عم سعيد.